شلون متزوجه وهي ما مطلقه؟ قالوا متزوجه. جيت لهنا انطوني ابوها انطاني عقد الزواج من الشخص الثاني. راح نبدا في هذا الموضوع، وخصوصا من بغداد، امراه عندها طفلين، تركت دار زوجها بدون طلاق، ذهبت للعيش في سكن اخر مع اطفالها. كل هذا تم بمساعده امراه تعرفت عليها. المشكله انه تبين فيما بعد انها متزوجه من رجل اخر دون ان يقع الطلاق او دون ان تطلب الطلاق من زوجها. طبعا هذا حسب ادعاء والده الزوج، هنا هي اللي تحدثت لنا. تم رفع الدعوى عليها بالرغم من صدور قرار بإلقاء القبض على هذه الزوجة وحتى على الزوج الثاني، إلا أنها لا تزال بعيدة عن أيدي القانون وهاربة. اللي حدثت لنا اليوم هي أم غايب، هذه هي والدة الزوج الأول. طبعا الزميل عمر كريم مراسلنا تحدث وياها، لكن طلبت أنه ما يظهر وجهها أيضا لحساسية الموضوع، وأيضا على ما يبدو أن الموضوع لا زال ينظر أمام المحاكم. إذا خلونا نشوف هذا اللقاء مع والدة الزوج الأول. قضيت زوجة ابني بدون أي مقدمات، لا عندنا مشاكل لا أي شيء، تطلع من البيت. ليش تطلع من البيت؟ عرفت على مرة عن طريق المزرعة السعيدة اللعبة فيسبوك، وهي جذبتها إلها يعني ما أعرف. المهم طلعت استأجرت لها بيت وقعدتها وياها ورا ما صارت مشكلة من البيت؟ وسوى إيه، افتعلت مشكلة كبيرة وطلعت. من طلعت راحت وياها ويا المرة. بنفس أطفال؟ أدها ولد وبنية. ورا سنتين ونص دزت لي الولد. الولد اجانا حالته مأساوية، مشوي بإيدي برجلي، تخليه يقدي، تخليه يبيع سوارات. جانا على أساس أنه هو ثالث ابتدائي لا يقرأ ولا يكتب، قمنا ندرسه أول وثاني وثالث. الحمد لله هسه هو خامس ابتدائي ومتفوق. وورا ما جابت الولد فترة قالت اشتاقيت له جيبوا لي. اجت أخذته هاي المرة من عندنا، قالت 3 أيام ورجع لكم. المرة اللي هي وهي هاي المرة هي نقلتها، إن هي معلمة بمدرسة سجلتها وياها بالمدرسة هاي المرة. نقلتها وكملت، ورا فترة قالت اشتاقيت لأريد أشوفها، إجت هي هاي المرة المرسال يعني بيناتنا، أخذتها يمها. بقى 10 أيام عنده موبايل، فاتحة صفحة بالموبايل مات الولد عن طريق الصدفة. يعني أنا شفت محادثات وكلام لا أخلاقي، هسه أعطيك إياه أنت وشوفه بينها وبين هاي المرة، بين الزوجة زوجة ابني وهاي المرة اللي أخذتها. بعد ورا فترة أهلها اتصلوا علي قالوا متزوجة. أهل الابنة شلون متزوجة وهي ما مطلقة؟ قالوا متزوجة. جيت لهنا انطوني ابوها انطاني عقد الزواج من الشخص الثاني، وامها واخوها حضروا وياي شهدوا بالمحكمه. يعني هسه هذا عقد الزواج الثاني؟ هذا عقد الزواج الثاني. هذا عقد الزواج من ابني 2022 14/4/2022، وهذا عقد زواجها 5/8/2021. هذا عقد زواجها بال21، وهذا عقد زواج ابني مصدق بال22. شلون؟ صدر القاضي القاء القبض عليها وعلى زوجها الثاني. انتوا قمتوا دعوة؟ قمنا دعوة وحضروا بالدعوة، امها واخوها شهدوا وياي. وصدر بعد معاناة طبعا، شهدوا انه هي متزوجة، شهدوا انه هي متزوجة زواج ثاني. نعم، صدر القاضي عليها القاء القبض عليها وعلى ذاك زوجها الثاني. زوجها الثاني حضر، قدم ورقة طلاق من ابني. يعني انه هي مطلقة ان هي الأول. نعم، 23/11/2017. وهي هنا هاي ورقة من التنفيذ، هاي ورقة تقول تركت دار الزوجية 25/11/2017. اذا ترك دار الزوجية 25/11/2017، شلون هاي ورقة الطلاق 23/11/2017؟ اكو خلل. هاي اوراق رسمية، هاي مو كذب يعني. زين، هاي
انت قلتي لي زين زين، هي متغلقه من 2017. 2022 سجنت ابني واستحصلت عليه حكم 4 أشهر. ليش سجنته؟ اذا هي مطلقه على النفقه؟ وين على النفقه؟ نفقتها هي والطفل والطفله. الطفل عندنا احنا ننفق عليه ببيتنا ويانا، احنا ننفق عليه، بس هي هم تريد نفقه، عرفت شلون؟ هي زوجة. ايه تريد نفقته حتى الولد، بس احنا سوينا قضيه بهذا الشهر تكمل تسقط نفقه الولد. عبد الرحمن شغله، يعني هي سجنتها على موجب نفقتها هي ولا نفقه الطفله؟ نفقتها ونفقه الطفله واثنين هم الاطفال، باعتبار انه هي على ذمته. ايه على ذمته. زين، بعد هاي ورقه ما طلبت هاي ورقة الطلاق قدمها زوجها من ابني، على اساس هي مطلقة من ابني حتى يطلع منها. بس هي لا زالت وياه هسه. هاي احتال على القاضي، هو على القضاء احتال، مجرد لانه هو موظف يريد يطلع.